بالله كنت معكم عدنان تعليم، كنتمنى تكونوا في ألف ألف خير في هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم. مازال مكملين في سيستم لينير. دابا وصلنا للطريقة الرابعة، هي طريقة ميثود بيفوت جوز. هذا الميثود هذه شوية بات شوكولا بالنسبة لبزاف ديال التلاميذ، بزاف ديال الطلبة، بحكم أنها يعني طريقة كتلعب على قوة الملاحظة. يعني خاص تلاحظ في السيستم اشنو اللي خاصك تحيد، شنو اللي خاصك تخلي، كيفاش خاصك تضرب. هاد الميثود ما عندهاش تقريبا غير ستابل، ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم عندنا تاني ما نحاول نبسطهم قدر الامكان، نحاول نشرح غير بشوية بشوية. اذا نبداو مع فيجيتا، لو بيت ديال هاد لا ميثود هادي ولا البرانسيب العام ديالها. الو كيقول لك ميثود دو بيفيت كوز هي واحد الميثود اللي كترانسفورمينا، يعني كتحول لنا واحد سيستم كنكون كيكون عاطينك في التمرين سيستم، حتى كتحولو ان دوتر سيستم ايكيفالو، يعني من سيستم كنحولو واحد اخر، يعني كنموديفيو على سيستم، يعني كتنقص اكس كتحيد هذا كتحيد هذا سي هاد داكو. ولكن شرط خاصو يكون سيستم ايكيفالونت. شنو هو سيستم ايكيفالونت؟ هو عندنا لا ميم سوليسيون خاصو نطيحو فيهم، يعني ممكن يعني نفس الحل ديال هذاك السيستم، ماشي نبقاو نخربو في الاخر خرجنا ماشي دي سوليسيون اللي باغي من البروف ديالك. وهذا السيستم ايكيفالون خاصو يكون تريونغولار كما شفنا في لي ماتريس. دونك كما قلنا اما يكونوا ثلاثه الزروات الفوق اما ثلاثه الزروات لتحت. هنا نهتم فقط بالسيبيريور، يعني غيكون عندنا ثلاثه الزروات لتحت. المهم تنشوفو اي دونك، وملي كنحولو كيولي سهل علينا. وهاد السيستم هذا يعني كنسميوه في الجبر لينيا كنسميوه في سيستم ايشومي، متفقين؟ هاد السيستم كيكون نوع ديالهم كيكون فاسيل في يعني فاسيل في الحل لا يزود. اذا دونك ملي كنديرو كيولي مكتوب على هذا الشكل، هذا سيستم ايكيفالون اللي هو تريونغولار، كيكون فاسيل اننا نغيزود اننا نحلو. صافي تفهمنا الشباب؟ اوكي. اذا كما قلنا ميثود جوس شنو كدير؟ كتحول من سيستم واحد اخر اللي هو كيكون تريونغولار ايكيفال. صافي اوكي. ندوزو باي لو زوبيراسيون اوتوريزي بور ترانسفورمي سو سيستم لا. يعني شنو هما الحوايج اللي احنا اوتوريزي اننا نديروهم باش انا نقدر نحول هاد السيستم، ماشي انا نجي نحول السيستم لامبورت كوا، لا كنحتارم واحد الحوايج. اول حاجه كنشونجي فقط غير دو لين، يعني في لي سيستم كما كتعرفوا كيكون السيستم داير بحال هكا، هذا هو السيستم، يعني 3 لين 3 كولون ولا 4 لين 4 كولون، كنشونجيو كنلعبو على دو لين في الدفاع. داكوغ. تاني حاجه كنملتيبليو لي لين باغ واحد النومبر، ومن النوع هنا بتاتا يعني ضرب واحد خصنا ملتيبليو لي لين باغ واحد النومبر نونول، يعني كضرب واحد لا لين في واحد العدد، ولكن ما خاصش يكون هذاك العدد كيساوي زيرو. عرفنا علاش؟ حيت شي مره الا ساوى زيرو دونك السيستم كله غيمشي لزيرو، يعني غتحيد اكس واي كراد و زيرو. انا غنوريكم شنو خصنا نحيدو بالضبط وان شاء الله نفسر لكم. يعني ودائما الكتابه، اي كتابه غتلقاو هاد الكتابه كاينه كنديرو مثلا اللين اللي بغنخدمو عليه حنا، كنقولو انه هو داك اللين موا الفا، يعني واحد العدد في اللين اللي الفوق ولا لتحت ولا الاول ولا الثاني ولا الثالث سيان سويت. المهم تنشوفو من بعد كما قلنا كنشونجيو دو لين على الاقل، ملتيبلي دون لين باغ لومبر، و كناديسيونيو عاوتاني دون او دو ملتيبليكاسيون ديال لين الوطخ، يعني كنقدرو عاوتاني نجمعو لين مع لين، فهمنا؟ او نضربو لين في لين. مهم فهمنا التوزيع عندنا، هاد الميثود باينة اخويا صعيبة. الو ما تخمم سي تري سام، غير هي كما قلت لك هنا ما عنديش شي مهارات شخصية، غنحاول ندير المهارات الشخصية ديالتي كاملة، ولكن هذه كتلعب على قوة ملاحظة. يلا نمشيو لواحد التمرين باش نفهمو مزيان. هذا واحد السيستم غنخدمو عليه. الو هنا عندنا ثلاث المعادلات، ثلاث المجاهيل، يعني خاصنا نلقاو لا فالور تاع اكس ولا فالور تاع ايكغ ولا فالور تاع زد. اذا المهم هنا كاين جوج طرق كنخدمو بهم. الطريقة الاولى انك ترجع من لا فورم ماتريسيال كما شفنا، يعني كتكتبو على شكل ا اكس بلس بي كما شفنا في لا فيديو ديال انفيرسومون ماتريسيال، يعني كتكون ا هي هادي. دونك هنا واحد واحد ثلاثة جوج ثلاثة خمسة جوج موان دو ثمانية، كيكون هادشي مضروب في اكس ايكغيك زد، وكيكون عندنا بي طبعا هما الحلول هاكا هاكا هاكا، وكتخدم عليهم بحال هاكا.
يعني كتخدم بيفو كلوز على هذه مع الحلول ديالها. يعني كاين تلقى البروف اش كيدير، كيبدا يكتب فيها بحال هكا، كيدير هكا حتى هي صحيح. دونك اللي بغا يخدم عليه يخدم عليه. انا كنفضل هاد الطريقه اللي عندي دابا في الفيديو اللي احسن مع عوض اخرى، فهاد تعنكيش عندي جوج ناقص واحد 8 كتبدا تخدم صافي. الهدف العام ديال هاد الميثود هادي هو ان هاد البلاصه ترجع كلها زيروات، هذا هو الهدف. يعني هو دو تريونغول على لاحظتو معايا سيبيريور عقلتو في لي ماتريس، شرح ليكم لي ماتريس دابا. اذا ركز معايا مزيان، اول حاجه شباب شنو كندير؟ كنسمي هذا ال1، كنسمي هذا ال2، وكنسمي هذا ال3 متفقين. الوغ شنو خصني ندير الشباب؟ برينسيپ العام كما قلت لكم، هذا خصو يرجع زيرو، هذا شي خصها تحيد من هنا، وهذا شي خصها تحيد، فهمنا؟ هذا هو شنو خصنا نديرو دابا. اذا شنو غندير انا الشباب؟ كنشوف العمليات بحال مثلا باش نحيد انا، حاش كما قلنا دونك هنا نلعب على اش؟ نلعب على دو لين. مثلا هذا انا ما باغيش نشونجي حيت ما عنديش به الغرض، انا اللي عندي به الغرض هو هذا وهذا وهذا. اذا هذا ما نقربش ليه، اذا هذا كنخلي سميتو ال ا، ما نقربش لك داكو. دونك شنو العمليه اللي نقدر ندير؟ دونك العمليه الثانيه قلنا شنو كنديرو؟ كناديسيوني وكنضربو سينوس. دابا مثلا انا بغيت نطير هاد اكس، هادي عندي خيار، يا نطير هادي مع هادي، يا نطير هذا مع اللين الثالث، يا نخدم بهذا بهذا يا بهذا بهذا. هنا فين قلت لك تلعب يعني دقة الملاحظة. الوغ بالنسبة لهذا خصني شي عملية ما بين هاد جوج اللي غترجع لي هذا زيرو، بحال مثلا اش ميتوبلي هذا فاش فهاد الصف الثاني نضربو في ثلاثة، وبالتالي ننقص هذا من هذا، فغتلقى ثلاثة اكس ناقص اكس غتولي هنا زيرو. ولكن انا كيبان لي اللي مزيانة باش هاد الصف هذا نتا هو نحاولو على خاطرنا ان هذا يتحيد مع هاد اكس، شا اللي درنا اكس ناقص اكس تعطينا شحال صافي زيرو. اذا بالتالي شنو العملية اللي غنقدر ندير؟ غنقول لي ان اللين الثاني شنو كيساوي لنا الشباب؟ اللين الثاني كيساوي لنا هو اللين الثاني، غنشدو اللين الثاني ونقصوه من اللين الاولى صافي، تفاهمنا سابو. وبالنسبة للين الثالث حتى هو اللين الثالث خاصني ترجع هادي حتى هي تحيد. اذا باش تحيد هادي غنخدمها مع من؟ دونك تايا غنخدمها مع اللين الاول، ولكن غنمولتيبلي هادي فواش؟ فوا 3 صافيين، غنضرب هادي فوا 3. اذا غندير اش؟ اذا اللين او اللين الثالث اش كيساوي؟ هو اللين الثالث موان 3 في اللين الاول. اوكي سي بون مزيان، انا عندي هادوك لي زيباسيون حدايا انا باش تفهمو مزيان. يلا تبع معايا مزيان، هنا كما قلنا الاولاني غيبقى ثابت، اذا هنا ركزوا معايا مزيان. دونك شنو غيطرا هنا؟ غادي يبقى هذا في بلاصتو، يعني تبقى اكس جوج اي كغاد جوج زد، شي لعبت على فقط غير الدولين هما اللي بدلتهم، وهذا غيبقى مسميه انا لين ان. دابا الشباب شنو غادي ندير؟ ركزوا معايا مزيان، كنحاول نبسط، مي هو راه شويه الطريقه معنكشه. يلا تبعوا معايا مزيان، غنبدا نحسب هادو مع هادو، يعني نشد هذا نقصو من هذا. يلا تبع معايا شنو غندير؟ غندير اكس ناقص اكس، اكس ناقص اكس شحال؟ صافي زيرو. ها الزيرو اللي بغينا، ها الاول شي زيد هاي. كما قلت لك الهدف ديالنا كامل الشباب هادو اللي مكونش عليهم اللي مدور عليهم خصهم يرجعوا كلهم زيروات. ها واحد فيهم رجع زيرو، زيد نفس الطريقه عاوتاني، نقصت اكس تا ايكغاد عاد نقصها. دونك غدير 3 ايكغاد 3 ايكغاد موان 2 ايكغاد، هي شحال الشباب؟ هي ايكغاد وحده، ها هي. زيد ناقص جوج زد، هاي ناقص جوج زد ناقص زد جوج زد اخرى، هادي مع هادي دونك تعطينا شحال؟ غتعطينا هي مو 4. وحتى الحلول كتنقصهم، يعني ناقص واحد نقصوها من جوج تعطينا شحال؟ صافي موان 3. كنظن انها تفهمات اخوت صافي تماش. اذا وقف الفيديو عاود عاود نفهمو من خلال ديال مزيان. هذا دابا ولا عندنا هو اللين الثاني. زيد اش غنمشي ندير؟ نفس الطريقه غنمشي نحسب الثاني، ولكن الثاني شنو غادي ندير باش نسهلو الامور مزيان باش ما يكونش داكشي معانك؟ سلي الاول هذا اللي الاول ضربو في 3، ضربو في 3، اذا غيعطينا 3 اكس زائد 3 في 2 شحال؟ 6 ايكغاد، هنا 6 زد، هنا 3 في 2 دونك كتعطينا شحال؟ هي 6 ياك. وها هو درنا، ها هو ضربناه في 3 صافيين. اذا غنقصو منه دابا اللين 3 شنو غنديرو؟ اللين 3 هو هذا، ها هو اللي نديرو اللين 3. دونك هو 3 اكس حتى هو زائد 5 اي غاد زائد 8 زد 8. اذا اش غنديرو؟ غنبداو نقصو ياك.
اللين 3 دابا غتنقصو من اش من 3 فوا اللين 1. اذا 3 ناقص 3 اي 3 اكس ناقص 3 اكس صافي شحال الشباب؟ صافي 0. فوالا، اذا هنا ولا عندنا اش ها 0 الثاني. بنفس الطريقه اش غنديرو؟ غنديرو اش غنديرو 5 5 نقصو منها 6 5 ايغاد ناقص 6 ايغاد اللي غتعطيكم شحال الشباب؟ هي موا موا ايغاد هاي دونك عندنا موا ايغاد زيد الاخرى حتى هي دونك غتعطينا 8 زاد ناقص 6 زاد غتعطيكم شحال؟ هي 2 زاد اذا هنا غتعطينا شحال؟ صافي بلوس 2 زاد تساوي حلول حتى هما شنو عندي؟ عندي 8 نقص منها 6 صافي 2 هاي صافي. نتمنى انهم تكونوا تفهموا مزيان. اذا هنا ولا عندي 0 هنا ولا عندي 0 شنو اللي باقي؟ باقي لي هذه يعني هذه الاكرات هي خاصها تحيد هنا ما نبقاش الصف هذا نحب نلعب عليه يبقى هو هذا اذا يبقى لي 2 هو هذا صافي حيت الزيرو اللي بغيتو بغيتو ما عنديش فين نغير فيه. دابا شنو بقى لي؟ بقى لي نغير هذا. اذا باش نغير هذا شنو خصني نشوف؟ خصني نشوف شنو غنقدر ندير بالنسبه يا اما اللي الاول يا اما اللي الثاني يعني نخدم بهذا بهذا حيت ولا عندي لين وحده اخرى يعني اما تحيد هذا اما تحيد هذا. ولا لاحظتوا معايا شنو طاري هنايا؟ هنا هذه مقابل ديال هذه يعني الا بغينا نديرو غنقدروا نديرو لين 3 واش كتساوي لنا لين 3 شنو العمليه اللي نقدر نديرها وبيناتهم تحيدهم يعني الا نقصت ايغراد من ناقص ايغراد غتولي عندي ناقص جوج ايغراد في هذه الحاله هنا دونك لا. اذا هنا كاين زائد اذاش غندير بيناتهم؟ غندير بيناتهم زائد باش تولي ناقص ايغراد زائد ايغراد زيرو ياك ولا لا؟ اذا بالتالي شنو غندير الشباب؟ غندير لين ثاني لين ثاني ياك بلس لا عفوا لين 3 سمحوا لي الو لين 3 بلس لين 1 بلس عفوا لين 2 لين 2 ماشي لين 1 صافي الشباب تفهمنا صافي تفهمنا الشباب. اذا هنا شحال عطينا اللي حسبناها هي نحسبوها هنا سير معايا دونك لين 3 اذا عندنا موان ايغاد ياك بلس ايغاد يعني هذا زائد هذا اذا غيعطينا شحال؟ زيرو هاي يعني هنا كاين زيرو صافيين. الو نقادو السيستم من بعد ونحاول نقادو بلا مهم سير هاي زيرو يعني هنا انا نديرو هنا نحيهم دونك هذه عطاتنا شحال؟ عطاتنا بلاصتها زيرو مشات. نتمنى انها تكون فهمات يا ربي نعرف طريقه دايره كنحاول نعطي المهارات على حساب زيد شنو غنديرو بنفس الطريقه لين 3 نقصو هذه من هذه يعني زاد من زاد اذا ندير اش ندير 2 زاد مو 4 زاد دونك غتعطينا شحال؟ صافي 2 زاد يعني هنا غتبقى لكم اش ناقص 2 زاد صافي. ونشدو هذا نقصو من هذا اذا 2 مو بلس عفوا يعني 2 بلس موان 3 اللي غيعطيكم هو 2 موان 3 هي شحال؟ هي موان زاد الشباب. اذا هنا غتبقى لنا اش موان زاد صافي تفهمات اوكي. اذا ولاو 3 زروات ولا لا؟ ها هما ولاو عندي 3 زروات شتيهم؟ اذا سامر دابا هذا ولا عندي سيستم ايشونوي. سيستم ايشونوي هو اللي كيكون عندنا مثلا اكس ايكغريد زد كتكون لتحت ما كايناش اكس ولتحت ما كايناش اكس ويكغريد يعني كيكون داير بحال المثلث شي شكل ديالو داير بحال المثلث ها داير هاكا هذاك تسمى سيستم ايشونوي كيكون ساهل في الفاسيل. دابا الخدمه كامله حيدنا غير الله يجازيكم بخير. هادو راه حاولت ندير قدر الامكان المهارات لان خصك ديرهم انت خاص تحاول تشوف التناسب ماشي كيطبقوا دائما ديما انت كدير ناقص ولا زائد وكضرب ولا هادي كتحاول انك ترجعهم زوج هادي الطريقه حيت ما كاينش شي طريقه ستابل اللي نقدروا نديرو كما قلت لكم البرانسيب ديالو هادشي فين كيلقى الطلبه صعوبه كبيره في هاد الطريقه هادي اوكي. ونامل من الله ان البروف ديالكم ما يكونش دير ميثود كوس يا اذا ولا ميثود كرامر ولا بيان ميثود ماتريس انفيرسيب ولا شي حاجه اوكي. ندوز دابا باش نريزود هاد لي سيستم دابا صافي حليناه صافي قدينا عليه اوكي. دونك شنو غندير دابا؟ غنلقى زاد نخرج زاد ومن نخرج زاد على نعوض هنا بالفراغ ديال باش تلقى ايكغريد وفي الاخر نعوض في السيستم الاول. يلا نمشيو نديرو هادشي نقادو تخرج اوكي الشباب. يلا نلقاو اول حاجه دونك انا اللي ساهله كنخرج زاد هي الاول الحشانيه اللي كنخرج دونك زاد كتساوي لنا شحال؟ دونك هي موان ز على موان 2 صافي ان دو. اذا ها زاد لقيناها زاد لقيناها كتساوي شحال؟ 1 على 2 نعوضوها الفوق الى عوضناها تولي عندي ايغريد ناقص 4 فوا 1 على 2 كتساوي ناقص 3 نقادوها شويه دونك عندنا ايغريد ناقص 4 مع 2 هي ناقص 4 على 2
كتساوي ناقص 3. 4 على 2 شحال الشباب؟ راه هي 2 ناقص 3. إذن إيكغاد شحال كتساوي لنا؟ إيكغاد كتساوي لنا ندوزو هاديك جوج الطرف الآخر غتولي موان 3 بلوس 2 صافي موان 3. إذن إيكغاد حتى هي عطاتنا شحال؟ عطاتنا موان 3. إذن هادشي كامل دونك المهم نعوضوها هنا. خليت هنا لتحت نقولو لي شحال عطاتنا إيكغاد. اوكي ايكيفالون هنا الشباب راه نسيت واحد ليكيفالون هنا، بقاو ديروا ايكيفالون حاجه مهمه لي بروف. اذا هنا عطانا شحال؟ عطانا هي اكس بلس 2 ايغريد بلس 2 زد كتساوي 2. هنا شحال لقينا ايغريد؟ ايغريد لقيناها كتساوي موان ز، وزد شحال لقيناها كتساوي حتى هي ان دو. اذا هنا الشباب شنو غندير؟ غنعوض في هذا السيستم هذا الفوق ب ايغريد وزد. اذا عطانا شحال؟ غتعطينا باش تلقاو اكس. دونك اكس بلس 2 في موانز 1 بلس 2 في ان دومي بلس 2. هي طريقة سهلة، غير هي شوية كتعتمد قوة الملاحظة وتلعب على التناسب. إذا غتمشي هادي مع هادي اختزال، إذا غتبقى عندنا اكس ناقص 2 زائد 1 كتساوي 2. إذا إلا بغينا لا فالور تاع اكس ندوزو كلشي للطرف الآخر، دونك 2 بلس 2 موانز 1 اللي عطاتكم 4 موانزا هي شحال؟ دونك هي 3. اذا لقينا اكس شحال كتساوي لنا الشباب؟ 3. اذا لا سوليسيون ديالنا هي شكون هي؟ دونك اكس شحال كتساوي؟ 3. ايغريد كتساوي فوالا شنو هي ايغريد؟ كتساوي لنا موان ز، وزد كتساوي لنا هي ان 2. واخا الا بغينا نعرفوا الحلول وصحاح ولا لا، عندنا نقدروا ناخذوا ليكواسيون الاولى اللي كنا عاطينا. دونك اكس بلس 2 اي غراد بلس 2 زد كتساوي 2. راح نعوض هنا بلاص اكس و غراد و زد ونشوف واش عطانا 2 ولا لا. الا عطاتك العدد اللي كاين هنا يعني راه صحيح. اوكي نعوض. دونك هنا عطانا شحال في كالي سيستم كاع طرق؟ دونك هنا 3 2 موانز 1 بلس 2 فوا ان دومي تساوي. يلا دونك هنا عطاكم 3 هنا كتساوي 2، نحاول نبينو هنا كتساوي 2. دونك هنا موان 2 هذا مع هذا مشى غتبقى عندنا بلوس 1. اذا 3 تزيد على 1 هي 4، 4 ناقص شوش هي اكزاكتون يعني داكشي صحيح. اوكي نتمنى ان هذه الطريقه هذه نالت الاعجاب ديالكم وفهمتوها مزيان. طريقه ما كنصحش بها في الامتحان، ولكن خاص ترفع تمارين بزاف باش تفهمها مزيان. ها معكم عدنان التعليم، شكرا وسمحوا لي بزاف طولت الفيديو. احسن متتبعين في العالم، ها معكم عدنان.